المجلس التأسيسي يصادق على مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية تدعو إلى مراجعة وإصلاح المنظومة الأمنية. عالمياً، الولايات المتحدة الأمريكية تعتقل المشتبه به الثاني في تفجيرات بوسطن. نشرة الأخبار من قناة حنبعل، أهلا بكم. صادق اليوم المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. من جهة أخرى، أكد وزير العدل نذير بن عمو خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي أن تونس قدمت للمحكمة الجنائية السويسرية جميع الضمانات لمحاكمة عادلة لرموز النظام السابق. التفاصيل في تقرير شيراز النيلي. صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم على مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي. تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره 2,550,000 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 6.2 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي. أما المشروع الثاني الذي وقعت المصادقة عليه فيتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تاريخ 21 سبتمبر 2012 للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة. نمر للتصويت على هذا، على الفصل الآن. نمر للتصويت على هذا الفصل الوحيد. إذن ابتدأ التصويت. شكرا، انتهى التصويت وتمت المصادقة على الفصل الوحيد، والآن نصوت على القانون برمته. تفضلوا. إذن تم التصويت على القانون برمته وتمت المصادقة عليه. من جهة أخرى، أكد وزير العدل نذير بن عمو أن تونس قدمت للمحكمة الجنائية السويسرية جميع الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة لرموز النظام السابق، وأقر في تدخله خلال جلسة عامة صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لتوجيه أسئلة شفهية إلى عدد من أعضاء الحكومة. أقر بوجود صعوبات تواجه عملية استرجاع الأموال المهربة والمودعة ببنوك سويسرية من طرف رموز النظام السابق والراجعة بحسب قوله أساساً إلى طول الإجراءات الخاصة بإثبات مصادر أموال الأشخاص المشمولين بالتتبع من طرف السلطات السويسرية. وبالرغم من ذلك، اعتبر وزير العدل أن سير التعاطي مع الملف أحرز تقدما ملحوظا. في خبر آخر، دعا خبراء وأمنيون شاركوا صباح اليوم في ندوة حول إصلاح المنظومة الأمنية ومقومات الأمن الجمهوري. نظمتها مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. دعوا إلى إطلاق استشارة وطنية تجمع جميع مكونات المجتمع المدني لإصلاح المنظومة الأمنية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة. عبد المجيد الغندور، محمد علي بوليلة. تزامنا مع الذكرى 57 لانبعاث قوات الأمن الوطني، نظمت مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ندوة تمحورت حول إصلاح المنظومة الأمنية والتي لا تستقيم بدون استشارة وطنية. ينبغي أن يكون الإصلاح تشاركي، أن يشارك فيه الجميع، أن تشارك فيه النقابات الأمنية، يشارك فيه الأمنيين، أن يشارك فيه المواطن أيضا، يشارك فيه المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار استشارة وطنية شاملة وواسعة. لأن بدون أمن لا يوجد لا اقتصاد ولا استقرار ولا تعليم جيد ولا حل لمشكل البطالة. إذن المنظومة الأمنية هي تحتاج إلى استشارة وطنية. نقابة الأمن الوطني بدورها دعت أن يكون الجهاز الأمني خدمة للمواطن والوطن دون الانسياق في خدمة حزب معين والوقوع تحت طائلة الحسابات الحزبية الضيقة. اليوم تطلعاتنا أن الأمن يكون أمن محايد، أمن جمهوري. نحن في حاجة اليوم إلى إصلاح المنظومة القانونية اللي تحكم المؤسسة الأمنية. نحن في حاجة إلى ثورة قانونية في كافة القطاعات وخاصة في المجال الأمني، باش يولي عنا قانون يفرض أن تكون
تكون المؤسسة الأمنية مؤسسة محايدة وتكون في خدمة الوطن والمواطن فقط، مش في خدمة الحزب الحاكم والعائلة الحاكمة والحاكم الرئيس الحاكم. اليوم لابد من تغيير استراتيجيات وسياسات السلطة الشرف في العمل الأمني، مش نحكي على سياسة، لكن لابد اليوم تكون عندنا استراتيجيات وسياسات، لابد اليوم من اقتناء الوسائل والآليات المتطورة لتحييد المؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، لأن وقت اللي ظل المواطن يشعر اللي الأمن هذاك محايد، وقت اللي المواطن يشعر اللي ما ثماش ميليشيات أخرى، وقتها كل شيء نجم يتطور. في المقابل يأكد الناطق الرسمي لنقابة الأمن الوطني أن قرارا رياضيا لا يمكن له بحال من الأحوال أن يؤدي إلى مواجهات بين المواطنين ورجال الأمن. الرسالة نحب نوصلها اليوم للمواطن التونسي، ونحب الرسالة هذه تخرج من مدينة بنزرت، وهي موجودة حتى على مستوى عدد الوحدات في التراب الجمهورية التونسية. الأمر هي مسؤولية الجميع، ما هوش معقول اليوم بعد عامين من الثورة على قرار رياضي احنا اليوم توصل عنا عديد الإصابات على مستوى الأمنيين واعتداءات على المقرات واعتداءات على الملاك الخاصة والعامة. هذا رو ما هوش مقبول وما هوش معقول. كل اليوم نخليه كل شخص اليوم في تونس مسؤول على أمن البلاد، ما هيش مسؤولية الأمنية كهو. في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخصوص العلاقات التونسية القطرية جاء فيه ما يلي: في ضوء ما تم تداوله مؤخرا من تصريحات وتعليقات من شأنها أن تمس من رموز سيادة دولة قطر الشقيقة، وانطلاقا من حرصها الشديد على المحافظة على علاقات بلدنا الودية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، تعرب وزارة الشؤون الخارجية عن رفضها التام لكل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقات القائمة على مبدأ الأخوة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وتغتنم الوزارة هذه المناسبة لتجدد شكرها وامتنانها لدولة قطر وشعبها الشقيق على مساندة الثورة التونسية وعلى دعم الاقتصاد لبلدنا، رغبة في المساعدة على رفع تحديات المرحلة الانتقالية من خلال عدد هام من المبادرات الاستثمارية والمشاريع الاجتماعية التي من شأنها أن تشكل رافدا للتنمية ورافعا للاقتصاد الوطني. وتهيب وزارة الشؤون الخارجية بجميع القوى الحية في وطننا العزيز التوجه نحو العمل البناء، بما يبعث برسالة طمأنة إلى أشقائنا وشركائنا في الخارج، ويساعد على نجاح المسار الانتقالي الذي تخطوه بلادنا على درب تحقيق أهداف ثورة 14 من جانفي المجيدة. في موضوع آخر، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية، نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عشية اليوم بالعاصمة ندوة فكرية بعنوان الإمبريالية والاغتيال السياسي، بحضور مجموعة من الحقوقيين والمناظرين الذين استغلوا هذه الفرصة للترحم على روح الشهيد السياسي شكري بلعيد. أنيس الحجري، ملاك بن عبيد. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية، نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عشية اليوم ندوة فكرية تحت عنوان الإمبريالية والاغتيال السياسي، بحضور عدد من الأساتذة والحقوقيين والمناضلين. دار مواصلة لعقلية ولسلوك كامل. أولا هو سلوك الحوار وفتح النقاش والتنوير الفكري، اللي نحن كوطنيين ديمقراطيين كتيار وطن ديمقراطي بشكل عام نعتقد أنه أمر أساسي. يعني السياسة بدون فهم وبدون عقلية بتاع وضوح وبدون مفاهيم واضحة ما تنجم تأدي كان للعنف وما تنجم تأدي كان للاغتيال. هذه الندوة الفكرية كانت نوع من التذكير والتذكر والترحم على روح الشهيد شكري بلعيد الذي وقع اغتياله في تونس، التي لم تتعود بمثل هذه الاغتيالات السياسية المتوحشة. بطبيعة الحال نحن فقدنا الشهيد البطل الرمز القائد الإنسان العظيم اللي هو شكري بلعيد، الشهيد شكري بلعيد، ولكن نحب نقوله زادة للناس، ومش خطر الحاضرين، مش فقط هما رفاقنا الحاضرين، هما من أصدقائنا، من عموم المثقفين التونسيين، من جميعين معنى غير ذلك، نحب نقوله أنه هذه الأشياء يجب أن تفهم من داخل ثقافتنا. كيف يتحول بعض الناس إلى قتلة، وخاصة هذا القتل غيلة، هذا القتل المجاني اللي ما عنده حتى مبرر، نوع من التذكير والتذكر والترحم في نفس الوقت على روح الشهيد شكري بلعيد الذي وقع اغتياله ذات أربعاء حزينة في هذه البلاد التي لم تتعود منذ زمن على اغتيالات سياسية متوحشة بذلك القدر من التوحش. تحت شعار أشي يلزمنا نعمله باش نغيروا أوضاعنا،
عقد الحزب الاشتراكي عشية اليوم بالمروج اجتماعا عاما بإشراف الأمين العام محمد الكيلاني، وذلك لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة واقتراح سبل لمعالجتها. أنيسة الحجري، ملك بن عبيد. تحت إشراف الأمين العام محمد الكيلاني عقد الحزب الاشتراكي عشية اليوم بالمروج اجتماعا عاما تحت شعار ايش يلزمنا نعملو باش نغيروا أوضاعنا، بحضور نخبة هامة من السياسيين تناولوا الأوضاع العامة بالبلاد وخصوصيات جهة بن عروس، كما قدموا اقتراحات الحزب لمعالجتها. الاجتماع نتاعنا اليوم يدخل في نطاق سلسلة من الاجتماعات اللي قمنا بها في تونس كاملة، اللي تضع كهدف والمتاحة هو توضيح وتقديم بعض وتسليط بعض الأضواء على برنامجنا إيش يلزمنا نعمله من أجل تغيير أوضاعنا. في النقطة الاقتصادية بالضبط احنا ارتكزنا على أساس أن نمشيه نحو اقتصاد تضامني، يون ايكونومي سوليدير سوسيال. بالنسبة لاقتصاد تضامني سي ابليكابل، معناها ما فماش مشاكل متاع، معناها التطبيق متاعه سهلة، الوضعية سهلة متاع التطبيق. نفرضو معناها ضريبة تصاعدية على الدخل، معناها أنه الضريبة ما عادش يقعد يعاني منها كان الموظف اللي شهريته قليلة وكذا، فيو كو احنا معناها المداخيل متاع الدولة، البيجي متاع الدولة قائمة أساسا على المداخيل متأتية من الأدائات. في نفس السياق تعرض الأمين العام للحزب بالمناسبة للاتحاد من أجل تونس والدور الذي عليه أن يتحمله في الجهة والبلاد بشكل عام، حيث أكد على وحدة الأحزاب والكتل من أجل ضمان انتقال ديمقراطي فعلي بتونس. يوم الاجتماع نحبوه يندرج ضمن أفق تخليص تونس من أزمتها، من أزمتها السياسية، من أزمتها الاقتصادية، ومن وضعها الأمني السيء. نحبوا الاجتماع هذا يكون تعبير على المضي قدما في اتجاه بناء الجبهة الديمقراطية الاتحاد من أجل تونس من أجل إنقاذ تونس. كيف نعرف اللي الهاجس الاقتصادي المدة هذه هاجس رئيسي لدى المواطنين، باهي الحكومة تعمل إجراءات متاع حد من الأسعار وغيره، لكن المعالجات الأساسية للوضع ما زلنا بعاد عليها، لأنه المعالجة الأساسية الساعة للوضع هي المراجعة الحقيقية والمستعجلة لمنوال التنمية الذي قادنا للفشل. في شأن آخر، ظهرت أمس في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر أجسام غريبة متحركة تتوسط سماء ولاية مدنين. الأجسام كانت بعيدة جدا ولم يتسنى للبعض معرفة شكلها ونوعها، إلا أن بعضهم رجح أن تكون طائرات دون طيار، وما تزال الروايات متضاربة. مراسلنا ميمون التونسي واكب هذا الموضوع وأعد التقرير التالي. التصوير لرياض السهلي. اتسمت سماء ولاية مدين ظهر أمس بظهور أجسام غريبة متحركة والتي كانت تتوسط سماء المدينة، ولم يتم معرفة هذه الأجسام نظرا لبعدها عن الأرض. وقد تفطن بعض المواطنين لوجود هذه الأجسام متسائلين عن مصدرها ونوعيتها والبالغ عددها 4 أجسام. تعددت الآراء والأقاويل، ورجح بعضهم أن تكون طائرات بدون طيار ترصد أجواءنا، علما وأن هذه الأجسام الغريبة بقيت في السماء لمدة تقارب الساعة، ويبقى السر الذي حير الكثيرين غامضا ينتظر إجابة تشفي فضول البعض لمعرفة حقيقة هذه الأجسام. نظمت جمعية تونس الفتاة بالتعاون مع مؤسسة كونراد إيدناور صباح اليوم ملتقا فكريا تحت عنوان نحو فكر إسلامي بديل، أثاثه ثلة من الأساتذة الجامعيين في محاولة لفتح باب الاجتهاد في علاقات العقيدة الإسلامية بالحدثة في مجتمعات التعددية الفكرية والعقائدية اليوم. سهير جعفر، محمد علي بوليلة. تكريسا لمبادئ التعددية الفكرية في تونس ما بعد الثورة وتحفيزا للشباب على المشاركة الفعالة في بناء تونس الثورة بعيدا عن التطرف في بعديه الديني والحزبي، دعت جمعية تونس الفتاة في ملتقى فكري إلى محاولة تأسيس فكر إسلامي بديل يتماشى ومقومات الحداثة المتأصلة في المجتمع اليوم. نقدموا طرق، نقدموا قراءات مختلفة، قراءات متعددة، ما كانش فما تركيز كبير عليها في الفترات التاريخية اللي مر بها الفكر الإسلامي، لكن فيها نوع من الأصالة اللي كان ممكن تأسس الحداثة، توفق بين هوية المجتمع وبين البحث عن تقدم وتطور والحداثة اللي طال البحث عليها.
مؤسسة كوراد أديناور بدورها سلطت الضوء على مكانة تونس المسلمة في العالم اليوم وعن علاقتها بمختلف دول البحر الأبيض المتوسط على اختلاف عقائدها. أعتقد أنه من المهم في هذا السياق القول أن المجتمع التونسي اليوم بصدد اكتشاف هويته، ولهذا فإن مؤسستنا بالتعاون مع جمعية تونس الفتاة التي لها عديد المنخرطين الشباب نكتشف هذا الإرث، وهو لعمري مهم بالنسبة إلى جيرانها في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. الحكم الإسلامي في تونس بعد 23 من أكتوبر 2011 لا يبدو كفيلا حسب الأستاذ محمد بالطيب في امتصاص مختلف أشكال التطرف إن غابت أسس التوافق بين مختلف الأطياف في بناء تونس الغد. دعوة أن الإسلاميين وحدهم سيحكمون أو غيرهم وحده سيحكم هذا لا سبيل إليه، لا بد من التوافق، لا بد من التعاون، لا بد من التعاضد، لا بد من التساعد، ولا بد أن يقدم كل فريق تنازلا للآخر حتى يعم الوئام والانسجام بين جميع التونسيين. بين التطرف الديني والتطرف الحزبي يبقى البحث عن إسلام بديل رهن تجذير أسس الانتماء البديل دينيا كان أو حزبيا. في بلاغ آخر، تعلم وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصناعة والمجمع الكيميائي التونسي أن نتائج انتداب 209 أعوان تنفيذ و91 تقني سامي سيتم الإعلان عنها على الموقع الخاص بالمناظرة www.gct.concours.gov.tn، ويكون حسب الرزنامة التالية: معتمدية الأقطار، الإعلان عن النتائج الأولية يوم الجمعة 10 من مايو القادم. ومعتمدية الأقصر، يكون الإعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء 13 من مايو القادم. ومعتمدية المظلة، يكون الإعلان عن النتائج الأولية يوم الخميس 15 من مايو القادم. ومعتمدية قفص الجنوبية، يكون الإعلان عن النتائج الأولية يوم الجمعة 17 من مايو القادم. إلى الأخبار العالمية، حيث توجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظة، وهي الأولى منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد. وتستثنى من هذه الانتخابات محافظة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي، كذلك محافظة كركوك المتنازع عليها. تفاصيل هذا الخبر وبقية الجولة العالمية في تقرير ريم زغدود وعبيدي. يواصل الناخبون في العراق الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس المحافظات في 12 محافظة تعرضت بعض مكاتبها لهجمات بقذائف وسط إجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تلقي بظلالها على ذلك الاقتراع الذي يأتي وسط تزايد أعمال العنف واستمرار المظاهرات ضد حكومة نور المالكي. وتعتبر انتخابات مجالس المحافظات الثالثة من نوعها منذ الغزو الأمريكي عام 2000، وأول انتخاب منذ انسحاب الأمريكان نهاية 2011. وتجرى الانتخابات ب 12 محافظة من أصل 18، حيث لم يتقرر بعد إجراءها بمدن إقليم كردستان وكركوك، في حين تأجلت بالأنبار ونينوى لدواع أمنية. أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال جوهر تسرنايف البالغ من العمر 19 عاما والمشتبه بأنه أحد منفذي التفجيرين اللذين استهدف ماراثون بوسطن بعد عملية مطاردة طويلة. وجاء ذلك في ظل تقارير عن استبعاد ارتباط جوهر وشقيقه تمرالان الذي قتل أول أمس بتنظيم خارجي. وقالت شرطة بوسطن إن جوهر اعتقل ونقل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، فيما يبدو أنها إصابة بإطلاق النار الذي سبق القبض عليه. وصل الفرنسيون السبعة الذين أفرج عنهم سالمين بعد شهرين من خطفهما من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا صباح اليوم إلى مطار أورلي جنوب باريس، حيث يستقبلهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. على متن طائرة الفالكون التي أقلت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس إلى الكاميرون ذهابا وإيابا لاصطحابهم. هكذا مشاهدين بجولتنا العالمية، لم يبقى لي إلا أن أذكركم بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. المجلس التأسيسي يصادق على مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. مؤسسة المجد للدراسات الاستراتيجية تدعو إلى مراجعة وإصلاح المنظومة الأمنية.
عالميا الولايات المتحدة الأمريكية تعتقل المشتبه به الثاني في تفجيرات بوسطن. إلى أن نلقاكم في موعد إخباري متجدد، بإمكانكم مشاهدة هذه النشرة أو بقية نشراتنا السابقة على موقعنا على الإنترنت anibaltv.com.tn. تصبحون على خير.